إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالحنا، مفادها تواجد مجموعة إجرامية تقوم بنقل وبيع الأسلحة النارية عبر إقليم الاختصاص، ليتم نصب كمين محكم بمدخل المدينة أين تم توقيف شخصين على متن مركبة كان بحوزتهما 4 أسلحة نارية تقليدية الصنع. استمرارا للتحقيق وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، وذلك من أجل تفتيش المنازل المشتبه فيهم أين تم ضبط